السيسي في أبريل 2023 السنة اللي فاتت نزل سيناء، وقف مع العساكر هناك، قال لهم حاجتين. قال لهم الإرهاب أصبح تاريخ والدولار هيبقى تاريخ. الراجل كان بيشخط كده وبيتكلم يعني بثقة جامدة قوي، والناس كلها أيامها اللجان الإلكترونية طلعت قالت لنا يا خونة يا عملاء، الرئيس بيقول لكم يا أعداء الوطن إنه الدولار هيبقى تاريخ، وبكرة تشوفوا يا اللي راهنت على المش عارف ايه وانت مش عارف ايه هو هيبقى ايه. الاغنيه بتاعت ام كلثوم بتاعت زمان دي، فانت بتتكلم على الدولار ان السيسي وعدنا انه هيبقى تاريخ. الحمد لله ما عداش سنه، لسه ما وصلناش ابريل 24، الدولار فعلا دخل التاريخ. هو ما بقاش تاريخ، هو دخل التاريخ، كتب تاريخ جديد. الدولار النهارده الصبح بيكسر حاجز ال 70 جنيه في السوق السوداء. خلي بالك احنا الدولار في مصر عنده مجموعة أسعار، يعني في دولار في السوق السوداء، وفي دولار في سوق الحديد، وفي دولار في سوق الإسمنت، وفي دولار في سوق الذهب، وفي دولار في سوق العقارات، وفي دولار في سوق المقاولات، وفي دولار في سوق الثلاجات، وفي دولار في سوق العربيات، وفي دولار في سوق الموبايلات، وفي دولار عندي وعندك وعند السيسي وعند الحبايب. فالدولار في مصر دلوقتي بيتقاس سعره على حسب انت بتشتري ايه، فالدولار في مصر بيتقاس سعره حسب السلعة، بنسعر الدولار حسب السلعة بتاعتك. فانت رايح تشتري لبن، فانا هنا في موضوع اللبن اشوف الاعلاف اخبارها ايه، استوردنا كام من بره، بالدولار بكام، هبيع لك بكام، هشتري بكام، عشان ما نعملش زي الشركات الاماراتية والكويتية اللي انسحبت لانها بتشتري بالدولار وبتبيع بالجنيه فبتخسر كتير جدا. فاحنا عندنا مشكلة كبيرة في موضوع الدولار، مشكلة ما اتحلتش يعني حتى الآن، وواضح انها مش هتتحل، ما بقتش تاريخ ولا حاجة، لانه عبد الفتاح السيسي بنقول له طور بيقول احلبوه.